أهلا وسهلا فيكم في القناة. راح أحكي اليوم عن إنه وين واحد يبدأ. أول شيء راح تبدأ فيه إنك تحط هدف. إذا أنت حطيت هدف في أول السنة إنك بدك تنحف أو إنك بدك تبني عضلات أو إنك بدك ينزل وزنك 3-4 كيلو، هاي الأشياء كلها ممتازة. إذا لسه أنت ما حطيت هدف، أول شيء بتعمله إنك بتحط الهدف اللي بدك توصله. بده يكون في عندك هدف محدد عشان يخلي عندك الموتيفيشن ويخلي عندك الحافز إنك تكمل عشان توصل لهدفك. هلأ إذا أنت رايح على الجيم أو عمالك بتتمرن هيك لله والوطن، ما عمرك رح تكمل لأنك ما عندك طريق مرسوم اللي بدنا نوصله، ما عندنا هدف نطلع عليه وين بدنا نروح وين بدنا نوصل. هاي أول شغلة. الشغلة الثانية، إذا أنت مش عارف من وين تبدأ، إذا هدفك مثلا إنك تنحف أو ينزل وزنك، أول شيء بدنا نبني العادة الجديدة. مثلا العادة اللي عندنا موجودة حاليا إنه أنا ما بروح على الجيم، ما بتمرن، ما عندي التزام بأي شيء. العادة الجديدة اللي بدنا نبنيها إنه يصير في عندي وقت معين أنا بروح فيه على التمرين أو بعمل فيه تمارين معينة. أنواع التمارين كثيرة، ممكن تروح على كلاس، ممكن تروح على الجيم تعمل تمارين فيها أوزان وتمارين مقاومة، ممكن تنزل تمشي، ممكن تنزل تركض، ممكن تروح تلعب تنس، ممكن يعني تسبح. شو نوع التمرين اللي انت بدك تعمله؟ طول ما انت ملتزم بعدد ايام معين بالاسبوع بوقت معين انك بتروح فيه، هيك انت بتكون بلشت تبني عادة جديدة. العادة بتاخد وقت من 21 يوم، في ناس بتحكي 7 ايام، في ناس بتحكي شهر. اللي احنا بدنا نبنيه انه نبني اشي يكمل معك طول حياتك عشان ضلها حياتك صحية وضلوا وضعك هيلثي. الخطوة اللي بعد هاي بتصير انه طيب اذا انا مش هدفي اني انحف، وانا هدفي اني بدي ارفع وزن وبدي ابني عضلات، بدي يصير شكلي حلو، بدي انزل على البحر عندي 6 باك، حلو كتير. هون بصير عنا بدنا خطة. الخطة اللي بدنا نمشي عليها راح تكون انه انا بدي عضلات. اوكي، عضلات معناها بدي اتمرن تمارين مقاومة. تمارين المقاومة انا ما بعرف كيف اتمرن، ما عندي اي خلفية عن الجيم، ما بحياتي رحت، كيف ممكن اعمل، شو ممكن اسوي؟ عندك اكثر من حل. الحل الاول انك تكون مع مدرب، وهذا اللي انا بفضله اكثر شيء، انك تكون اذا انت قادر تدفع لمدرب انك تروح تتدرب مع شخص، لانه اول شيء بصير عندك التزام بوقت معين المدرب عماله بيستناك فيه في مكان معين انت عمالك بتروح عليه، والشغله الثالثه انت دافع له فراح تلتزم، راح تلتزم، والمدرب بيعرف كيف يوجهك للتمارين اللي بتفيدك. هلا اذا ما عندك مدرب، بامكانك تاخذ تدريب اونلاين او بامكانك تنزل البرامج الاونلاين. اذا بدك برامج، البرامج اللي عندي موجوده في الديسكريبشن تحت، بامكانك تروح تنزل البرامج مشروحه بالفيديو كلها باللغه العربيه. بس اهم شيء انك تركز على بناء العاده، ما تركز على قديش انا عمالي برفع اوزان باولها، والناس اللي عمالي بشوفها بالجيم عمالها بترفع اوزان منيحه واوزان اتقل مني وانا حاسس حالي ضعيف. عادي جدا، ابدا وتدرج شوي شوي، بس المهم انك تبدا. بدي اطلب منكم طلب شباب الصبايا المتابعين، اذا عندك اي سؤال له علاقه بالفتنس اكتب لي اياه بالكومنت تحت عشان اجاوبكم عليه بفيديو وتعطوني افكار جديده.